قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتعمل على تبني أفكار جديدة، وهنا الجزء اللي أنا بقول أنه أعتقد أنه جزء خير جدا لميراث حقيقي من ناس اشتغلت فعلا. يعني بالتأكيد تم التخطيط وتم وضع فكرة وخطة ورؤية، لكن كمان احنا عاوزين ومتوقعين ان يكون في آلية حقيقية لاستقبال افكار واعمال ومنتجات موجودة بالفعل، اعتقد انها ممكن تثري هذه المكتبة. ان احنا نخلق جيل جديد واسس جديدة ورؤية جديدة، دي كانت الحقيقة مبادرة وكانت اطلاق وكانت رأي وكانت بناء على لقاء مميز جدا مع أو بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والكاتبة سماح أبو بكر عزت، لو نفتكر هذا اللقاء اللي من وقتها تمت توصية واضحة جدا بأنه يتم إنتاج برامج تهدف إلى بناء الوعي وتستهدف الأجيال القادمة. معنا على التليفون الكاتبة الأستاذة سماح أبو بكر عزت، مساءك خير. اهلا وسهلا دكتور تينا، مساء النور وشكرا للاهتمام بهذا الخبر وبهذه يعني الفرحه القادمه للاطفال ان شاء الله. يا خبر، ده احلى خبر، ده احنا لازم نهتم ونفرح وننبسط ونسيب له كل المساحه. ونفسي اسمع من حضرتك ايه اللي حصل على مدار الشهور اللي فاتت وصلتنا لكل هذه القرارات واطلاق هذه البرامج، يعني احكي لنا كده كواليس هذا الخبر. والله يعني الحقيقه انا فخوره وسعيده جدا باهتمام القياده السياسيه بمراسم الاطفال، وبانه الاطفال حاليا محتاجه اللي يحسسها ان هي جزء اصيل وجزء مهم جدا من هذا الوطن. على مدى الشهور اللي فاتت، كل الشهور دي كان فيها عمل دؤوب وتحضيرات وافكار بتطرح عشان نوصل لاستراتيجيه كامله للمبادرة الرئاسية بناء الوعي، بناء وعي الطفل المصري. الطفل المصري حاليا مش زي الطفل زمان، طفل مطلع على السوشيال ميديا، بيشوف الأحداث العالمية كلها، متفاعل معاها. يجب أنه إحنا نحتضنه أكثر، نقدم له كل ما يفيده ويمتعه، وكمان كل قيمنا الأصيلة وكل ما يجعل منه في المستقبل شاب يشعر بالانتماء للوطن، عنده القيم المصرية الأصيلة، التسامح، تقبل الآخر، الجزء العلمي. طيب أنا عايز أسأل حضرتك يا أستاذة سماح في تفاصيل تخص إنتاج الطفل في 2022، أو خليني أقول بقى 2023 اللي بعد 3 شهور. بالتأكيد الطريقة في التواصل مع الطفل النهاردة بقت أصعب بكتير من الطرق اللي إحنا كنا منتظرينها حتى أو متوقعينها بقالنا سنين. أكيد التواجد والمنصات اللي ممكن تكون موجودة عليها رسائل الأطفال أكيد اختلفت طبعا. فقولي لي حضرتك إيه اللي في بالنا، إيه اللي ممكن نقدمه للأطفال بطرق جديدة؟ إيه أفضل طرق التواصل مع الأطفال في رأي حضرتك دلوقتي بأطفال هذا الجيل؟ شوفي حضرتك، انا يعني انا على المستوى الشخصي انا يمكن طول الوقت في تواصل مع الاطفال، يعني انا حاليا بشتغل في مبادره حياه كريمه، بطلع الكره اقعد مع الاطفال اتكلم معاهم. الطفل هو الطفل في اي مكان، في مشتركات طبعا بيفرق من طفل القريه، طفل المدينه، طفل في مستويات اجتماعيه مختلفه، ولكن الطفل هو الطفل. الطفل محتاج حاليا التواصل معاه يبقى مختلف، التواصل معاه يبقى ما نكلمش الطفل بشكل انه اصغر مننا، انه مش فاهم. اول حاجه بتعمل حاجز ما بيننا وما بين الاطفال ان احنا نكلمهم على انهم مش فاهمين. شكرا شكرا يا استاذه يا كبيره، لانه انا ساعات بشوف ناس لازم عشان يكلموا الطفل يغيروا صوتهم كده، يعملوا صوت خالص البطه ده. خالص حضرتك يا دكتور دينا، ده اول حاجه تخلي الطفل يصير ويضحك. يعني بيضحكوا علينا. فانا بكلم الاطفال بشكل واعي وبشكل يحترم عقله اولا ويحترم وجوده وكيانه. ولذلك لما بحكي قصه للاطفال ببقى بحكي وانا اقول له رايك ايه؟ مقتنع بالكلام ده؟ انت لو في مكان البطل تعمل ايه؟ انت شايف التصرف ده انت رايك فيه ايه؟ شايف ان ده ممكن يكون تصرف سليم؟ يعني بتناقش مع الطفل بوعي وبادراك، طبعا بمفردات مناسبه لسنه، ولكن الطفل يحب يحس ان هو فاعل، يحب يحس ان هو له كيان يحترم
وله رأي ممكن نسمعه، ولو عايزين نغير حتى في رأيه نقول طب ايه رأيك لو كان كذا، مش اعمل كذا ولا تفعل كذا. الطريقه دي طريقه قديمه دلوقتي الاطفال لا تقتنع بيها ولا تؤثر فيها. فعشان نخاطب طفل النهارده لازم اولا نقدم له محتوى متطور، لكن المحتوى او الطريقه القديمه اللي كنا بنتعامل بيها مع الاطفال الساذجه، انا اسفه اني اقول كده، وده تحدي يا استاذه سماح، ويعني تحدي طبعاً. انه مين اللي بيكتب للاطفال، مين اللي بيبحث، مين اللي بيتواصل؟ انا عايزه اقول لحضرتك انه مثلا انا بشتغل مع الاطفال وفي برنامجنا ان شاء الله رحله سعيده انا في فقره بعملها اسمها حكايات ماما سماح. معايا اطفال في الاستوديو وبخاطر طبعا اطفال في البيوت، بنحكي قصص، مواضيع القصص لو قلتها لحضرتك مثلا كنت بتناقش معاهم في قصه عن الابتزاز الالكتروني. ايوه، وانه ازاي في ناس بتبقى اسيره لصوره مزيفه رسمتها لنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي، صح؟ وفي سبيل الحفاظ على هذه الصوره يمكن ان ترتكب افظع الاشياء لو حد ابتزها بانه هيكشف حقيقتها. فقلت لهم احنا احلامنا نحققها في الواقع مش على وسائل التواصل الاجتماعي. انا بشكرك. هذا هو ده الطرح اللي بتكلم بيه مع الاطفال النهارده. أنا متوقعة ومنتظرة ومترقبة، وكلنا مترقبين إنتاج متميز. أنا بشكر حضرتك، وكثير من الناس بيشكروا حضرتك، لأن كنتي فتحة خير على مشروع ما زال أو كنا بنحلم بيه بقالنا فترة طويلة. بنشكر سيادة الرئيس للاستجابة، بشكر الشركة المتحدة لسرعة التنفيذ، بشكرك شكرا جزيلا أستاذة سماح أبو بكر عزت الكاتبة الكبيرة.